إذا المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم نيوز دي زاد، تأتيكم يعني تغطي جميع الأخبار على مستوى الوطن. كما تلاحظون هناك نشوب حريق داخل أو على مستوى قارب صيد بميناء مستا غانم. يعني الحريق نشب بعد قليل في حدود الساعة 23 دقيقة. تسعى هذه السفينة كما تلاحظون، وهذا هي السفينة لإطفاء هذه النيران التي نشبت، وكذلك وجود بعض الفضوليين وعناصر الحماية المدنية للوقوف على الحادثة التي تبقى مجهولة لحد الساعة. جهود مبذولة لإطفاء وإخماد هذا النيران التي نشبت، أو هذه النيران التي ألسنة النيران التي نشبت على مستوى قارب الصيد. يعود بعض الصيادة المشاهد من داخل ميناء مستا غانم. في هذه الأثناء نيران كبيرة، دخان متصاعد، دخان أسود، يعني دليل على أنه بعض المواد تحترق، رغم رشاشات المياه أو مضخات المياه التي تسعى لإطفائها، إلا أن النار لا تزال متواصلة، أو السنة لا تزال متواصلة وتنخر جسد المركب أو القارب. إذا سنوافيكم بالتفاصيل الأخرى للأسباب الحقيقية لنشوب هذا الحريق، نلاحظ كذلك بعض الفضوليين من عناصر يعني من المواطنين، وكذلك رجال الحماية المدنية من أجل إطفاء هذا الحريق. شكرا للمشاهدة، نلقاكم بعد حين.